المسلسل ده بالنسبة لك حسيتي بيه ازاي؟ حسيت بيه ازاي؟ ايه الاشارات اللي حسستك انه هيت ده عمل هيت كبير؟ دي هو بصي ايه هقول لحضرتك يعني انا بالنسبه لي بحس ده لما من الشارع نجاح المسلسل انا حسيته من الشارع يعني حسيت من الناس اللي بتوقفني ومن الاطفال لان انا عندي حاجه ناحيه الاطفال والامهات الكبيره يعني الستات الكبيره في السن والاطفال بحس ان دول عندهم صدق مش مزبوط. طبيعي مزبوط. وبحس يعني انا مثلا نجاح المسلسل كان بالنسبه لي لما في ست كبيره توقفني تقول لي انت زي بنتي اكيد بنتها دي اغلى حاجه عندها في الدنيا فبدات اشوف ده في عيون الناس في الشارع فده اللي حسسني بنجاح المسلسل الحمد لله. وده حسيتي بيه على مستوى الجزئين يعني حتى في الفتره اللي اتعرض فيها الاول وبعد كده التاني صح؟ ده حقيقي جدا. وانا دايما باكد لها اتصل بيها اقول لها انت ناجحه على فكره كنت شاطره قوي فهي ناجحه فعلا. انا دايما عندي فكره ان لا يعني دايما عندي توتر مش طبيعي عشان كده بتحبيه حب رباني زي ما كتبتي بوست على الانترنت صح؟ اصل احنا الاثنين كمان برج القوس فاحنا موسوسين قوي عندنا. انت موضوع البرج ده مهم ما تشغلش بالك قوي يعني انت برج ايه؟ اصلا ضايع في الموضوع بس مجرد في الفتره الاولى او صفات الشخصيه لكن الموضوع مش كبير قوي كده والله عادي يعني.